ايه اول شي مسوي فطور راح نطبخ شي تلاقين ايه انتم شو مسوي فطور اوه نواف كل شي سويناه وش تبغى بس شو مسوي يا دانيكا انا اسوي سمبوسه ايه وانتو شو مسوي يا لالا انا بسوي الحين سلطه اوه يا نواف سويت هذا عشان بسوي السلطه قطعت وخس جزر وخيار انا فاضي لك سوي بسرعه اصبر يا اخي بقى على الاذان يمكن ساعه هقول سويها الحين سوي لي بنت وبعد طيب راح الله نسيت شيء ثاني ابغاك تسوي لي رز وش رز ما يمدي الحين اقول سوي لي اياه الحين يلا سوي لي الحين ما يمدي بعد الفطور اسوي لك سوي لي الحين الحين ابغاها الحين انا يا اخي انت فيك عصبي خلاص ترى فطور اقول بتسوي لي ولا لا ماني مسويتك والمطبخ كله لك مع السلامه انا ماشي قلعي بس لنا وين لنا أقول ما راح أجلس بالبيت ولا حديثة لا يا لانا تبغين تروحين روحي والله بس ما أنصحك تروحين يا لانا أقول اللي يجلس عندك غلطان ما في إلا أنت بالبيت تسوي فطور سوي فطور نقول إذن بس من قلع الباب ياسع جمل بس أي ما بقلعني بس لانا وين تروا لانا أنت سمين أنت ها لانا وين تروا أقول تستمر تروحين معها انقلعي يلا والله لا اروح هلا لالا وش فيك؟ جوجو نواف طردني ومجلس عندكم طيب احنا بنروح الحين كيف تجلس بالبيت لحالك؟ ايه بجلس بالبيت الحالي اهم شيء ما اقعد عند نواف طيب لا اخوك نايف سلامات شفيك الان اللي ماخذ شنطتك شفيك يا نايف شف نواف يا اخي كل يوم فطور وتعبني وكان ما في البيت الا هو نواف إيه؟ الليل ام نواف الله يعطيكم العافيه امشي انا اوريك تفاهم معاه وين هلو نواف هلو اجلس خاف الله ما تشوف المطرختك طالعة فيه تعالت انا ما قلت لها اطلعي هي طلعت كيف طلعت اسمح لها تطلع عادي مريض انت شوف ها ادخلي انا وين اوريك انشل تعال اتخاف الله انت تعال وش اللي خلاص اخر مرة يبقى. ما هي اخر مرة اسمعي يا لانا لا تسوين الفطور الا انت اللي تختارينه حلو أوه. اي فطور سبينا اسوي يا ولد تكفى والله يا ولد اس لا والله اخر مره يا ولد تفهم انت خلاص هي اللي تبيها تسوي خلاص تعال امسك اعصاب اقعد امسك اعصابك الفطور بيجي ان شاء الله لا تعصب يا ولد والله يا جوعان جوعان اي والله جيب الفطور جيب ها؟ كم جيب الفطور بسرعة طيب بسرعة الله يا نواف بساعدك ما تستاهل امشي بس قم ما خلص باقي طيب يلا خلاص تعبت يا ولد تعبت الحين ها وشلون لو طبخت هاي نواف تبي تطرد اختك ثاني مره ولا لا والله مستحيل يلا اذن بسم الله هيا رايحة
جاهزات؟ مبسوطات؟ ايوه ايوه. الله، وش الحلاوه هذه؟ تعالوا 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 تعالوا، يا هلا بحبيبات، ايش الحلاوه هذه يا بنت؟ ما شاء الله، صدقوك انت يا جوجو احسن واحده. بالعكس يا ابوي، والله اني اهتم في اخواتي اكثر من طيب ما قلت شيء، بس جوجو ما شاء الله اهتمام اكثر. يا ابوي ما تدري انت، انا اهتم فيهم اكثر ترى. كلنا يا نواف نهتم في اخواتنا عادي. اسمعوا يا عيال، انا بمشي وخلوا اهتموا بخواتكم، اوكي؟ عندي شغل ضروري، بس هلا اوصيكم خلوهم مبسوطين. اوكي. بروح اجيب لكم اكل واجي. يلا يا بنات تعالوا كونوا. يلا يلا يا بنات شوفوا جبت لكم اكل حلو. واو شوفوا واو. وش 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 اخره 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 بس اخره اخره بس ما حد ماكل ما حد ماكل حقنا اقول اخره اخره بس اخره حنا جوعانين ليش وقت كذا حقنا ترى نعلم بابا اقول علموا بابا بس هذا الاكل ما ينفع هذا فيه دهون عالي وش في هذا خلاص يا بنات لا تزعلوا الحين بروح اجيب لكم اكل صحي الحين هذا توت ورمان الحين ما يقدر يتكلم هذا اكل صحي يا بنات شوفوا ايش جبت لكم يلا يلا خذ الله ابي رمان ابي رمان انا بهم انا بهذا شو الله شو مين يجيب لهم هذا وياكلون بعد اسمح لكم انكم تاكلين ومين اعطاكم هذا؟ وش انا اعطيتهم هذا اكل صحي عاد؟ اقول انا تراني بطفشكم عاد. قوموا قوموا قوموا. هذا اكل صحي طيب. اقول واخري بس واخري بس واخري انت 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 واخري يلا بنات خلونا نروح والله اذا قعدنا بذا البيت بياكلنا حتى اكل ما وين رايحين؟ وين وش وين رايحين؟ رايحين؟ وين رايحين؟ من سمح لكم اصلح ها؟ انا هذا البنت لا تاخذونها اذا بتروحون لا تاخذونها لا تاخذونها بس لا تاخذونها بس قول عطني عطني اياها بس اقول جيبيها بس جيبها ما بالك اختي جيبيها يا اختي جيبها انت حيل ما تبغينها اختي جيبيها ايش صاير؟ ايش فيك؟ صح الكلام هذا لين انت وياه؟ ايه ايه وشلون؟ هذا أنا. هذا من من الطيب؟ طيب جوجو ولا نواف؟ جوجو خلاص اوكي خلاص اجي اسم هنا تعال نواف انا بيك تعال تعال الله يعطيك دسم يا ابو تعال تعال علمك انا تعال تعال خلوكم جالسين هنا تعال تعال خليك هنا لين لين اجيك لولو تعال 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 هلا هلا يا ابو انت ليش تسوي كذا مع اخوانك؟ ترى كذا اذا سويتوا اذا نغصت عليهم حياتهم ترى والله العظيم بعدين راح يكرهونك انت بهم يكرهونك اخوانك من يوم صار يا ابوي انت تفضلهم عن اخواني يا ابوي انا ما افضلهم ما افضلهم انا ما افضلهم انا ابي في منافسه زينه خلاص اسمع ان شاء الله انا والله اني احبكم كلكم وانتم مثل بعض ان شاء الله الحين انا ما ودي ان اخوانك يكرهونك ان شاء الله ما تعيد الامر تحاول انك تكسب رضاهم حتى لو تزعل وهذا حاول انك هذه طفله انا جايب هدايا بدل ما انا اعطيهم انت راح تعطيهم ابيهم يحسون انها منك اوكي ان شاء الله ان شاء الله بيها مفاجاه كذا يلا هذه سويت لها اخوانك وحده عطها لولو وحده
ثاني بخليني اوكي لا تزعل واحده عطها البنت الصغيره ساره بطريقه هلا هلا محبوبي يلا يلا بعطيكم بعطيكم هذه البي وهذه اللولو وهذه ساره تشوفها حقتي الله حلوه شوفوا حقت لولو حقت لولو الله حلوه والله يا نواف طيب يا نواف يلا ما ودي ازعل اخواني يلا يلا تعالوا تعالوا يلا يلا بفتحها لك بفتحها ضميني انا عارف افتحها يلا يلا العروسة نواف نواف افتحني يلا يا لولو عروسة ومكياج ما شاء الله ضميني لولو ضميني يلا يلا أنا اي بفتح لك هذا بعد وش ذا مكياج شكرا عفوا يا ليم مكياج انت زعلانة علي يا لينو لولو لا الله يا عبودي بنسوي ان شاء الله اذا نجحنا مشروعنا بيصير افضل بقال لرمضان طيب نواف بروح اجيب شاي واجي يلا يلا بسرعة عشان نستفيد من اغراضك نواف شف وش جبت تعال تعال حطها هنا تعال 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 حطها تعال حطها حطها هنا سلام يلا يلا نبغى نبيع للناس يا عبودي عندنا تعالوا تعالوا عندنا ورق عنب عندنا جلي عندنا فلتو عندنا مكرونة وعندنا عندنا سمبوسة وعندنا تانج تعالوا تعالوا ها يويو تعال يويو يبون بقالة حق الرضاعة معك فلوس ها لا أنا عندي خطة تعال يلا يا عبود بنشغل هذه تعال تعال تعالوا بقالة رمضان تعالوا تعالوا بقالة رمضان تعالوا 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 بقالة رمضان تعالوا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وش تبي تبغى بقالة تشتري عندنا أبغى لا طيب طيب يلا 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 الله خذ يلا ايه وين الفلوس ها فلوس ها تعال ابو خليك خليك هنا بلحقه تعال تعال دبابة ما شاء الله تمشي يا رجال عوافي عوافي يا رجال صدقة صدقة يا رجال بقالة بقالة اشتروا بأي شيء بقالة 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 رمضان ما شاء الله بقالة رمضان كم هذا؟ هذا؟
أول شيء عطنا فلوس، عطنا فلوس نعطيك الغداء. طيب بس كم؟ هذا بعشرة ريال. بعشرة؟ يلا ليسخنكم. يلا فدوا. والله لحالي الحقكم، الحقهم يا عبودي.